منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. مرحبا بكم على موجات الحياة فام 93. تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوتنا في مختلف معتنديات القيروان. كيف كيف زادة تحية كبيرة للناس اللي تابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فام اللي يلقاو ديما فيديوهاتنا المباشرة طيلة الساعتين هذوما في منتدى الحياة. باش نرافقوكم من توا حتى للأربعة متاع العشية. نعاود نذكر الناس اللي التحقوا بينا توا في الاستماع، موضوعنا لليوم كيفية حماية الذات من الاعتداءات. نحكيو على الأطفال كيفاش نعلموهم أنهم يحميوا ذواتهم من الاعتداءات مهما كانت أنواعها وأشكالها. نعود رحب بضيوفنا الحاضرين معنا، مدام نجلة الفجري مندوب حماية الطفولة بالقيروان، ونرحبوا بسي رضوان الفتناسي اللي التحق بنا توا الناشط الحقوقي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. مرحبا بك سي رضوان. مرحبا بك، يعيشك. اليوم كما قلت موضوعنا هو حماية الذات من الاعتداءات، أكيد بحضور الأخصائية النفسانية مدام سونيا جبيلي اللي تعودتوا بحضورها، تعودتوا بتحليلها وبالإرشادات اللي تقدم لكم. اليوم مدام سونيا أكثر منه باش نعطيه نصائح للأولياء اللي نجموا يكلمون. نعود نذكرهم ديما نستنيو تفاعلاتهم على 70 35 120. مدام سونيا اليوم الأكثر في البلاتو متاعنا باش نحكيو على الإرشاد، باش نقدموا نصائح للأولياء كيفاش يعلموا صغارهم أنهم يحميوا ذواتهم من الاعتداءات اللي موجودة في كل معناتها الفضاءات والأماكن، في العائلة، في الشارع، في المدارس، في مختلف الفضاءات اللي صغار يكونوا فيها. très bien donc peut-être سيوار كان تسمح باش نطرق الى نقطه نحسها مهمه برشا اللي ساعات الولي يقول لك انا كيفاش باش نفهم صغيري اللي هو تعرض الى نوع من انواع الاعتداءات باش نجم انا نعلمه كيفاش يحمي ذاته. نحن نقولوا ساعه مانيش ملزمين نستناو حتى صغير اسم عليه يتعرض الحاجه باش وقتها نعلمه، لا العمليه لازم تكون استباقيه، صحيح هي وقائيه بدرجه اولى، معناها ما نوصلوش نحن الصغير يتعرض الى نوع من انواع الاعتداءات باش وقتها نقولوا سي بون راني توا صغير لازم نعلمه، لا هي مكتسبات يكتسبها الصغير ملي عمر 3 سنوات. نجمو صغيرنا نعلمو كيفاش يحمي ذاته. نحنا ديجا حتى في تربيتنا بطريقه غير مباشره رانا قاعدين نقومو بها الحكايه هذه. كيفاش مثلا باش تحمي صغير يبدا عمره 3 سنوات مازال كيبدا يكتشف في الاشياء المحيطه به كيفاش ما يمسش، ما يزموش يمس حاجه سخونه، ما يزموش يمس حاجات نجم مثلا خطر كيف مثلا الازرار الكهربائيه، كيفاش ما يمسش مثلا موقد، معناها فما حاجات اللي من الاول في تربيتنا مع الصغيرات نعلمهم كيفاش ما يمسوش، معناها من الاول نبداو نحطو لهم في ديباراج ولا نبعدو الاشياء اللي هي تنجم تمثل خطر على الصغير خاطر مازال حتى اصلا ما يعرفش الكلام مش معناها انتبه ولا رد بالك ولا نحي ولا مشيش تتحرق ولا مشيش تجرح ولا حاجه. ومن بعد نبداو بشويه من اللي هو يكتشف ونسميو له الاشياء نوليو نعلمو فيك نقولو لا هذيك خطر، هذه سخونه، هذه بارده، وساعات هكا نحبوا نقربوا له شويه باش يفهم اش معناها الوهج السخون، قربوا له شويه باش يفهم اش معناها وهج بارد، على خاطر يزمو يتعدى للمحسوس من الخيال الى المحسوس. دونك بصفة عامة الصغير فما حاجات معينة قاعد يكتسب فيها كيفاش يحمي جوستومون ذاته من مخاطر معينة. به هذوما المخاطر نحن نقول مخاطر دوميستيك معناها اللي في البيت، اللي في المنزل، في المحيط نتاعو اللي يبدا فيه. لكن اون فوا الصغير خرج للشارع، خرج نوع نتاع محيط اخر، على خاطر نعرفوا مدام سونيا انه الصغير ملي عمره 3 سنوات باش يبدا يخلط في خلينا نقولوا الغرباء، في روضة، في وين باش يكون موجود. يعني بعد 3 سنوات باش تلقاه يعرف ناس اخرين، شو الاجتماعي الصغير باش يتبدل، باش يولي ما عادش فك الانانيه المسكر على روحه، باش يخرج الانانيه نتاعو للبر اللي سكون ابل ليغو سنتريزم سنتريفوج اللي هو باش يتعرف على عباد اخرين، كيفاش باش يتعلم كيفاش يتواصل معاهم، كيفاش يتقاسم معاهم المحيط الفضاء، يتقاسم معاهم الانشطه ايتترا. مثلا 3 سنين تجي تلقى ديجا في كريش صغير مع صغار اخرين يلعبوا ايتترا، عنده انشطه ايتترا، دونك باش يتعرف على
على محيط اجتماعي اللي هو بهو بشوي بشوي باش يتكون به الذكاء الاجتماعي، باش يعرف كيفاش يتعامل، يعرف كيفاش يستأذن، يعرف اداب الاستئذان، اداب الطعام، برشا حاجات دوك يتعلمها من المحيط الخارجي اكثر من المحيط الاسري اللي موجود فيه. دونك بهذاك بطريف بطريف نبداو نعلمو صغيرنا مثلا حاجه باللار ما لازمناش نعطيوها للصغير في يده، خاطر فما ريسك نتاع كي تتكسر لا قدر الله، كي تتكسر نجم يتجرح. دونك هذه حاجه من حاجات نجمو نعلموها لصغيرنا حتى في عمر 3 سنوات. اكيد اكيد، ويلزمو يمس الحاجه يعرف هذه اش معناها باللار، خاطر هو ديجا الاسم نتاع الاسم باللور ما يعرفوش معناه. دونك قلنا راح ديجا نتعداو للمحسوس، كيف ما قلت لك الوهج البارد الوهج السخون. دونك يتعلم برشا دي نورم، يتعلم برشا كلام، ويتعلم الزيد اللغوي نتاعو ديجا يتعبى بشويه بشويه وبالتجارب. دونك يولي صغير يفرق ما بين كل ما هو حاجات نجم تمثلو خطر ومن الحاجات اللي يزمو يبعد عليهم، دونك باش يقي روحو بهم. نحن نعرفو زادا اللي نحن الكل كبشر بصفة عامة عنا لي ريفلكس، عنا ردود الفعل اللا إرادية أو الغرائز متاعنا. نعرفو نحن مثلا كي نخافو أول حاجة شنو نعملو، دونك تبعد على الحاجة اللي خوفتك، تحاول تحمي عينيك، تحمي وجهك، تحمي روحك. دوك حتى لو مثلا كي تتفجع على صغيرها مش تهز روحها وتمشي تبعد عليه، دوك تحاول تحمي صغيرها ساعات حتى على حساب روحها هي. دوك هذوكم غرائز موجوده فينا، شنو باش نعملوهم نحنا تو؟ باش نحاولوا نكيفوا كل غرائز هذوكم في سلوكيات تكون مدروسه وممنهجه، تكونها سو فورم دو اجابه لكل خطر اللي محطوط قدام. هذا هو شنو باش يصير. دونك عبد كبير لا قدر الله باش يضربك، شنو هو الغفله معناها شنو هي الحاجه اول حاجة تعملها باش تحمي روحك من كل اعتداء المادي هذاك اللي نجم يجيك، حاجه سمل عليك باش تحايك ولا باش تعثر فيها، شنو هو اول سلوك تعمله باش نجم تحمي روحك وبشويه ايتترا. دونك بشويه بشويه تولي صغير بيان سور عنده مكتسبات، اما ردوا بالنا المكتسبات نتاع الصغير لحماية نفسه راهي ما تجيش وحدها، تجي خاصة بملاحظته للمحيط اللي هو فيه. ساعات الصغير كان تفسر لنا هاكش نفسر، ساعات القلم فما أم مثلا ناخذ زوز أنواع نتاع أمهات، تلقاها أم خوافة برش، حتى ذبابة صغيرة ولا خنفوسة صغيرة تخوفها تولي معناها هذيك قدراتها معناها باش تحمي روحها. دوك تولي تعيط، تولي تصيح، تخرج من بين ظفرين نقولوا في تتحط في حالة هستيرية شوي. وفما أمات لي معناها تخاف بتتخ من حيوانات ما أكبر، تبدأ معناها عارف كيفاش تكيفك الخوف نتاعها، الخوف عوض تقوم تعمل كل الهستيرية هذيك، بالعكس تقوم بردات فعل، تبدأ ديجا متدربة على حاجات كيف ما هكاكا. دوك الصغير اللي باش يطلع خواف ما بين ظفرين انه زعما اللي مع ام اللي ديجا بطبيعتها تخاف، ولا مع الام اللي ديجا معناها تسيطر على الخوف نتاعها، مع الام اللي تخاف باش يكتسب من ام المهارات. دونك ليزي صغير ديجا عنده المكتسبات نتاعو هو اللي جاي بها مولود بها، الغرائز اللي قلت لك بشويه بشويه باش يدرب عليها بالستيمولوس الموجود في الدنيا، وكذلك بملاحظة أقرب الناس ليه هو بدرجة أولى الأم ومن بعد الأب والأخوة. دوك رحنا بيدنا حتى كي صغير نحبوا نطلعوه شجاع، نحن كأمهات أو كأولياء يزلنا نعملوا أنت خفاي سوفا، نخدموا خدمة به على رواحنا باش نعرفوا كيفاش نجاريه ونتكيفوا مع الخوف نتاعنا أو الغضب مهما كانت ردود الأفعال صحيح مدام نجلة. دوك هذاك هو اللي نجم يزيد يعزز المناعة النفسية عند الصغير ويكون ما بين ظفرين متوازن. بيه مدام نجلة شنو رايك في اللي كنت تسمع فيه في كلام مدام سونيا؟ وجوست عندي سؤال اخر، حمايه الذات اليوم الاولياء قاعدين يطبقوا فيها، قاعدين يعلموا في صغيراتهم فيها كيفاش يحميوا ذواتهم والا يخليوهم لمصيرهم كما نقول؟ بيه انا تكمله اللي قالته مدام سونيا، ما شاء الله معناها وصلت المعلومة متاع الطفل كيفاش عنده مكتسبات ذاتية والغرائزية اللي تسعى إلى تطويرها، وكيفاش يتم التطوير متاع ردود الفعل متاعه تجاه أي موقف هو فيه، سواء كان خوف، سواء كان غضب، سواء كان فزع، الخوف الشديد اللي فوت، الخوف العادي، هذا الكل، الرهاب وغيره، هذا الكل اللي احنا نلقاوه يتصب الكل في خدمة الحماية الذاتية للطفل. الطفل في المجتمع متاعنا بصفة عامة راهو عنا نوعين من الأولياء كما قالت مدام سونيا، عنا أولياء اللي يعملوا بصفة واعية على تنمية مهارات الطفل وردود أفعاله وكيفية التصرف في مواقع ومواقف معينة،
كما قالت هي، هذا يجي هذا ما يجيش، هذا يتكسر هذا يحرق، هذا بارد هذا سخون، الكياس كيفاش نقصوه، نتعامله كيفاش، بدني متاعي بدني ملكي، يعرف يحب بدنه، يعرف يحمي روحه صغير في الطحان مثلا ولا في حاجة، يعرف كيفاش يرد الفعل بصفة واعية من أولياء. فما أولياء لا، اللي قدموا المعلومة بصفة مستبطنة، خاطر هو تربى كيكا وصل معلومة هكيكا لكن ماهيش موجهة. شو معناها ماهيش موجهة؟ معناها مش بتركيز من الولي فعلي وبوعي فعلي للولي، ولا هو كيما تربى كيما جات يعرف يقول له هذه تحرق وهذه توجع وهذه وذيك ضو يضرب وهذيك بريز وهذه درجة وهذه حجرة وهذه ندرى شنو، لكن ما يعرفش يعلم ولده يحمي روحه كون يحب بدنه أو يعرف يتعامل مع بدنه أو يعرف يتعامل مع الطرف المقابل ليه، خاصة اللي احنا نحكيه على محيط، سواء كان أسري مع أخواته مع العيلة الموسعة العمات الأخوال أولادهم مع الجيران مع الأطفال في الروضة ولا في الكريش، ما يعرفش يخليه هو يخوض تجربته بذاته، يخليه معناته في حال مصير يخوض تجربته بذاته. تتفاعل معنا سي رضوان في كلام مدام نجلة. أنا مش ننطلق من معناها بعض الوضعيات الحقوقية جينا في السنوات الأخيرة بتاع الأطفال المهدين واللي تقع لهم معناها بعض الأحداث، ولهنا وقت اللي الأولياء عن وعي أو بدون وعي معناها التربية نتاعهم أصلا ساعات عن خوف زيادة زائد، يعني مو على خوف، هو ينجم يكرس في الطفل ثقافة الخوف، ثقافة الخوف وثقافة التردد، وكثير من الأطفال يتعرضوا المظاهر ما بين قوسين، مظاهر متاع عنف ولا المخاطر المتعدة، خاطر ثم برشا مخاطر يتعرض لها الطفل في ثلاثة أوساط، في الوسط العائلي ولا في الوسط الاجتماعي في الفضاء العام وإلا في الوسط المدرسي. يعني الصغير يبدأ من رياض الأطفال، ولكن معنى الطفل تعرفوا قانونيا بالنسبة لمجلة حماية الطفولة تحدد سن معينة اللي هو سن 18 سنة، عنا الطفل المميز اللي هو من 13 ل 18 سنة، وثم الطفل غير المميز غير المميز من 13 سنة، كل واحد حسب الوسط نتاعو. قلت وانه الحوار العائلي، الحوار الإحاطة النفسية، وكل إحاطة اللي تحدثت عليها توا الأستاذة إحاطة نفسية معناها اجتماعية وقائية تنطلق في السنين الأولى بالنسبة للطفل هذا، تعلموا تهيبوا راهو ماكش مع ملايكة، راهو وقت اللي هو يبدا حتى من الفضاء العائلي، لأنه يعني سامحوني من بين قوسين الأطفال تعرضوا إلى مخاطر مثلا تمرت عبر العنف، عديد معناها اشكال متاع العنف ولا حتى عبر التحرش صارت في الاوساط، حتى الاوساط العائليه، حتى صارت في الاوساط العائليه، صارت في مختلف الاوساط الاخرى يعني في الوسط. وانا جست عندي تنويه صغير سي رضوان على كلامك، احنا اليوم موضوعنا راهو حمايه ما بيشير يغزرني انا لا، احنا مش نربطوها بظواهر اجتماعيه موجوده في الواقع اكيد، لا ما نعرفش نغطيو عين الشمس بالغرب، انا اقول تو هما تحدثوا هما تو على كيفيه حمايه الطفل لنفسه، كيفاش يحب هو البدن نتاعو، كيفاش يقوم بك ردود الافعال نتاعو، كيفاش عنده تكون عنده ثقافه نتاع الوقايه، من عند شكون الوقايه من المخاطر. قلت انا راهي مهما المخاطر بينسير هي راهو قلنا راهو مش مجتمع نتاع ملايكه، رانو لهنا الطفل وقت اللي يتعرض للمخاطر هذه، يتعرض يا سيدي للعنف ولا غيره، يتعرض للمخاطر اللي ينجم يبلغ اللي ينجم يحمي نفسه، وما يكبرش زادا ما ينجمش يستوعب، لانك انت ما اقمتش، لانه اكبر مشكله في الحكايه هذيك هي في التربيه معناها غير متوازنه، والتربيه ما تقومش على حوار عائلي، الحوار العائلي بالشكل هذاك، وانه تقرب من الصغير هو يبدا يتدرج، ثم مخاطر تجيه هو صغير، ثم مخاطر تجيه هو على معناها مش يعرف المراهقه، ومعنى قص على ذلك الكثير من الوضعيات هذه، هو زاد تكون عنده ثقافة متاع المقاومة، ثقافة متاع المقاومة راهي تبدأ من السنين الأولى، ثم ثقة في النفس تتولد عند الطفل، ثقة في النفس، والثقة في النفس هي راهي وقاية كبيرة ياسر انطلاقا منك الحوارات اللي أقامها مع أبوه ومع أمه، لأنه هو يسر رو ثم أطفال يبدأ يسر في ياسر متاع الكاء، يعني نعملوا قطيعة معاهم، يعني هذه بالنسبة للتربية راهو تحطوا على الظواهر هذه كل التربوية الموجودة وقت اللي ما يصيرش حوار عائلي بناء داخل الأسرة وحتى في الوسط المدرسي، لأن الوسط المدرسي زادة يلزم يشجع الطفل، لأنه حتى بأساليب أخرى بأساليب بيداغوجية قبل معناها أساليب تلقائية مع الأم ولا مع البو، لكن بالأساليب البيداغوجية المدرسة ما عندهاش فقط كانت دورة المعرفي، عندها دور معرفي وعندها دور التربوي وعندها دور تأهيلي، دور اجتماعي موكول ليه
كيما تحضر المواطن تحضر زيادة. أما سامحني سي رضوان على أرض الواقع هذا موجود في المؤسسة. والله أنا كمربي نعرف احنا رانا ننقضوا في المنظومة بتاعنا نحن المنظومة اللي نحبوها نحن المنظومة قلت راهي تو أنت جي في القوانين التربوية كلهم يعني مختلف في القوانين التربوية خير من الإصلاح بتاع 2002 قوانين يقول لك راهي المدرسة عندها ثلاثة أدوار رئيسية المؤسسة التربوية محيط المدرسة عنده ثلاثة راهو أولا هو الوظيفة الرئيسية بتاعه معرفية يعلم الصغار وظيفة تربوية يكمل التربية اللي بديتها معناها العائلة والحاجة الأخرى عنده وظيفة تأهيلية اجتماعية المدرسة راهي مجتمع مصغر والمجتمع المصغر هذا ينهيئ التربية هذيك هو الجانب الاجتماعي يعني راهو عندنا مشكلة كبيرة ياسر وأن يتحضر طفل على المستوى المعرفي ولكن ما تحضرلوش وسائل الوقاية لأنه اجتماعيا ثم حاجات تمشي اون باراليل بالتوازي ثم جانب معرفي ثم جانب تربوي سلوكي وثم جانب آخر راهو تأهيلي التأهيل فيهاش هذا التأهيل هذا باش كي تصير المشاكل باش كي تصير الصعوبات باش كي تصير العوائق وقت اللي يخرج الطفل لبرا هذايا يعني يجدك الوقايه الموجوده هذيك الكل نعاود نقول راهو بالنسبه لي اهم حاجه في الاحاطه النفسيه والاحاطه الاجتماعيه راهي الحوار البناء يعني نعرف كيفاش نقيم معناها الحوار حسب السن بيان سور بتاع الطفل ثم رسائل نمرهم كما هكا ثم حاجات انا نتذكر انا معناها جدتي معناها فهمتني معناها وانا صغير هي ما كانتش نتعلم غير ثم حوايج تحب توصل بعد وليت نفهمها انا وليت ثم مخاطر هي كان معناها توصلهم لي بك الطريقه هذيك وقت كبرت عرفت اللي هي راهي نوع من الرسائل اللي نوصلها الحوار العائلي يصير مع البو يصير مع الجده يصير مع فيه وهو فيه جانب نفسي كبير يس وراو بالنسبه لنا نحن راو قلت راو ما نجموش نفصلوا حتى فضاء كل واحد يقوم بالدور نتاعو العائله تقوم بالدور نتاعها تو نحن بالنسبه للفضاء العام مع الاسف الشديد التنشئه الاجتماعيه الفضاء العام ما عادش يقوم بدوره. سيرة رضوان احنا باش نرجعوا اكيد باكثر تفاصيل على الموضوع هذا من مختلف جوانبه، نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجعوا لكم ما تبدلوش الموجه، نعاود نذكر الناس اللي التحقوا بنا توا في الاستماع، موضوعنا لليوم هو كيفيه حمايه الذات من الاعتداءات، كيفاش نعلموا صغارنا يحميوا رواحهم ويحميوا ذواتهم من الاعتداءات هذه، اذا عندكم اي استفسار استغلوا حضور مندوب حمايه الطفوله معنا مدام نجله الفجاري كيف مدام سونيا الجبيلي الاخصائيه النفسانيه وزيد الناشط الحقوقي عن الرابطه التونسيه للدفاع حقوق الإنسان سي رضوان الفطنسي يجاوبوكم على جميع استفساراتكم وإلا إذا عندكم تجربة تحبوا تشاركوها معنا نستناو تليفوناتكم واتصالاتكم على 70 035 120. بعد ما يتعرضوا للاعتداءات وقبل حكيت معنا مدام سونيا شوية وسي رضوان أحكيونا شوية كيفاش نعلموا الصغار يحميوا ذواتهم وتوا باش نمشيو معاك مدام نجلة نحكيو كيفاش الساعة باش نعلموهم انهم يحميوا ذواتهم واذا تعرضوا للاعتداء كيفاش باش نتعاملوا معهم وكيفاش نتصرفوا معهم. المرحلة الاولى هو كما قلت انت وتفضلت كيفاش الصغير يتعلم يحمي ذاته كيفاش نوصلوا له المعلومة واول شخص كما قالت مدام سونيا بكري اللي هما الوالدين البو والام هما اول ناس اللي يلزمهم يوصلوا المعلومة للصغير من عمر 3 سنوات فما فوق حسب سنه حسب درجة الوعي متاعه حسب تفاعله مع محيطه كيفاش يحمي ذاته اللي هو نعلموه اول حاجة الساعة يعرف بدنه احنا نخرج مكلمون احنا عنا الاسئلة متاع ماما كيفاش جبتني انت وكيفاش ولدتني وبابا انا منين جيت والاسئله لازم نحسوها محرجه ونحسوها كيفاش باش نجاوب كيفاش باش نوصل المعلومه الصغير اللي يخرج مثلا في الصيف يخرج عريان كيفاش باش نوصلوا له راهو انت ما لازمكش تخرج هكاك راهو انت تكون هكاك في فضائك محدد نتاعك بيتك في فرشك اما مش في الفضاء العام مش في الصاله مش مع اخواتك مش مع الناس الاخرين نعرفوه الحرمه الجسديه نعلموه يحب بدنه ويتصالح مع بدنه راه كي نعلمو صغير يحب بدنه ويكون متصالح معاه راه يحب روحه ويعرف يحميها باهي مدام نجله الناس اللي سمعوا ما يفهموش معناتها يتصالح مع بدنه ويفهم بدنه نوضحوا لهم شوي باهي اللي الصغير يفهم انا مثلا ولايت شنو خاصيات بدني نتاعي انا بنيه خاصيات بدني نتاعي بناء هويته الذاتيه اللي انا تغيير ملابسي يكون في بيتي مش قدام الناس الكل اللي انا عندي حدودي الشخصيه نتاعي وتخلقها لصغير كنت اول شخص تحترمها انت اللي هو عنده دايره شخصيه نتاعو هو اول انسان يحترمها انت واخواته وابوه نعلموا اللي هو هذه حاجه نتاعي ملكي ما يمسهاش اللي يجي كيفاش نسلم اللي ما هو ما يلزموش حتى حد يمسها يمسها اللمس مش من اي شخص احنا تو عنا
بين قوسين الهاوية متاع الفيسبوك ومتاع مواقع التواصل الاجتماعي واللي ولينا نتصور صغارنا في أي موقف وفي أي بلاصة وفي أي بقعة وما نحافظوش على معطياتهم الشخصية اللي هو تبدأ صحيح هو يعاقب عليها القانون. ما احنا ما نحبش نوصل للقانون، نحبك انت كولي واعي وتعرف اللي ذيك ولدي حقه عليا باش نحميه، يعني حتى في ولدي. حماية الذات نحكي وزيد على حماية المعطيات الشخصية اللي ماشي حد ذاتها اعتداء. انت كتهبط لصغير تصويرته وتحط تصويرة ولدك وبعد كل هاني لقيتها في الموقع الفلاني ولا في البلاصة الفلانية ولا مكتبة ولا مستغلة ولا دونك يلزمنا نكونوا واعيين. واكثر حاجة اللي نحب مذبية صغير يتعلمها من امه ويتفهم معها، خطر الام هي المصدر الاولاني لها كلمة لا. صغير يلزم يعرف وقتاش يقول لا ونحترموها. لا رو صغير اللي ما يحبش يبوس مش متربي، راه يحب روحه ما تبوسنيش بسيفنا عليا، ما نتعاملش، ما زلت مشني مرتاح لك انت كشخص، شخص غريب علي. نعلموه كيفاش يتصرف مع مع الغرباء، من يجبتها خاطر العيد، احنا في العيد يلزم يبوس ام لا اله الا الله اللي هو ما يحبش. ساعات صغير يولي يبكي نقولوا مش متربي دلول، شبيه يتعامل هكاك؟ مش الكورونا في جانب ايجابي فهمنا من الكورونا الجانب الايجابي، ما احنا لو انه الجانب الايجابي هذاك مشينا معاه شويه في الموجه الاولى ومن بعد اندثرت البروتوكولات الصحيه. دونك الصغير اللي يتعلم يقول لا ويتعلم يقول ما نحبش وما نحبش نبوس بطريقه معينه او تجيت او ما تحملنيش برشا، ما تلزنيش ليك ولا تقعدني في الحجر ولا تقعدني في حجرك والا تشدني بطريقه معينه ولا ترمي ايدك في اماكن معينه من جسدي راهو الوليد هذاك. يعني لازمنا نفهموا اللي الصغير من حقه يقول لا ومن حقه يقول في بعض التصرفات. هي الحاجه الثانيه اللي نحب الصغير يتفق بها هذيا مع امه ومع ابوه ومحيطه، هي الاتفاق على كلمه سر او اشاره في صوره احساس باي رفض من المحيط نتاعو. تفهم انا ولدي فما اشاره ولا فما كلمه سر ولا فما حاجه اللي وصل لي بها انا مانيش مرتاح. دونك هذوما راهم من الاشياء اللي يخليه الصغير يفهم وتطبق مش كان على البرانيكا وراه حتى على العائله الموسعه واقاربنا واحبابنا واصحابنا، لانه خطر ينجم يكون اي مدرسه يعني ياخذ الكلمه. هلا نحن تو مش نقولوا هذوما ناس ياسر يحكيوا في الفرض وفي الكتب في الاوراق، باش نحكيوا على تجربه صارت ما بين بشراكه ما بين مندوبيه التربيه ومندوبيه المراه ومندوبيين حمايه الطفوله في مؤسسه تربويه. دونك خرجنا قمنا ب ب ب بورشات هي ندوه فان كونت على خاطر خدينا فيها التلامذه الاولياء والمربين، سميناها كيفيه حمايه الذات، كيف احمي ذاتي، كتذكرها مدام نجله وقتها كان لينا شرف مندوبي حمايه الطفوله ثلاثه ما شاء الله كانوا موجودين. حاجه ما كانتش تصير برشا، معناها كانت الحمد لله نهار مزيان برشا. علاش؟ على خاطر قسمنا رواحنا الاخصائيين النفسانيين ومندوبي حمايه الطفوله والمربين، اضطرنا المعلمين من درجه اولى اللي فاش معناها اضطرنا المعلمين اضطرناهم كيفاش هما بذاتهم الدور التربوي اللي هو قائم على التوعيه والوقايه كيفاش يعلموا صغار يحميوا ذواتهم. دونك صارت معناها ما شاء الله معناها ندوه وحكينا وصار فيها ايشونج ايتترا. خذينا الاطفال خذيناهم بحضور مندوب حمايه الطفوله والاخصائي النفساني. كيفاش عملنا؟ سهلة على الأخ، جسدنا تصويرة متاع وليد وتصويرة متاع بنية في وسط الصبورة، حاطين أيقون شنو ما الأجزاء اللي في الصيف كي نجيو نعومو في البحر ما نعريوهمش نغطيهم. بيان سور تبارك الله الأطفال بأعمارهم المختلفة دونك فاهمين اللي راهو فما معناها مناطق حساسة ما يلزمناش لا نعريوهم لا نمسوهم لا نخليو شكون يمسهم. باهي لكن لهنا سؤال يطرح نفسه، إي والأم اخي مش قلنا لهم هي لازم تربي صغيرها كيفاش لازم يحمي ذاته كيفاش لازم يفهم بدنه كيفاش يحب بدنه ايتترا؟ وي فسرنا لهم اللي راهو كان الام فقط في موقف معين اللي هو جينيرالمون كي يجي باش يدوش لصغيرها فما استثناءات او عندما يمشي الصغير للطبيب باش يكشف عليه بحضور الام او الاب. معناها في كلتا الحالات الصغير ما لازموش يقعد وحده مع اي شخص كان قريب او بعيد في معناها باش ينجم يمس الاجزاء الحساسه نتاع بدنه. به فسرنا للصغار اللي الاجزاء هذوكم يعتبروا حرمه جسديه، بمعنى عندك الحق باش تقول لا وقت اللي تحس اللي فما انسان مهما يكون سيفته، نعاود ناكد مهما يكون سيفته يمس وهو رافض كونه يمس الاجزاء هذوكم. شنو الطريقه اللي هو
ساعه يتعامل بها معك الشخص المقرب وكيفاش يتصرف باش يوصل المعلومه الحد يثق فيه. كان لا قدر الله في الدار دوك يثق في شكون؟ في الام، في البو، في احد الاخوين، الاخوات بصفه عامه، يمشي يحكي للخو. ما يزنش نعلمو صغيرنا كي يجي يحكي لنا على حاجه ينجم هو فاهم بالغلط، صغير راهو ينجم يصير سوء تفاهم. سبحان الله، يزن الفرضيه زاد هذاك ناخذها بعين الاعتبار. باهي تفضل. الجزئيه اللي تتحدث فيه هو جوهر البرنامج اللي وضعته وزاره التربيه على التربيه الجنسيه. وي راهي تسميه ولكن احنا مانيش فاهمينها. فوالا اثارت جدل كبير ياسر، قالوا لهم بدلوا التسميه نتاعها تنجم تكون تربيه صحيه. تو حاليا اللي تتحدث فيه انت هو جوهر نتاع التربيه الجنسيه. فوالا. وانه اولا مزيد من التعليم بك الاعضاء هذيك اللي عند الطفل هذيك وكيفاش تطورك الاعضاء هذيك وكيفية التعامل مع الأعضاء ذيك تجاه الغرباء. هذه هي الجوهر تاع البرنامج اللي عملته نجم نعملوه بحاطة جيدة كما اقترحته المدام. وحاجة أخرى تأكيد تحديد زيادة مدام نجلة أخذت موضوع تاع حماية المرأة الشخصية. أكيد وحاجة مهمة برشا. والله نحن ساعات معنا نقول طفل حاجة شيء ساعة لساعة يقول لك التصويت يليه ومطابتهاش في الفيسبوك. معطب الله هنا بنتي ساعات بوم بعد ما جيت لي فهمها الحكاية دي عندها نوع من الصور ربما ما تحبش هي تهبطهم، دونك يلزمنا ناخذها بعين الاعتبار. ما تقوليش نفرضوا، لانه بالنسبه لنا احنا الطفل يقول لا حتى بمساله شخصيه، هذه حق من حقوق حقوق الطفل، فيها حقوق ماديه ولكن فيها حقوق معنويه. اكيد هذه حق معنوي مكتسب بالنسبه للطفل، يدخل في الحريات نتاعو، يدخل في الخيارات نتاعو، يحترم الخيارات نتاعو. اكيد يحبك وانك ما تهبطوش تصور ربما على البحر. ما يحبلكش تهبط وتصوروا مع بقيه الصغار الاخرين، يحب يهبط صور منفرده ولا صور جماعيه مختاره ولا غيره هذيا، ثم شكون في العائله ما يحبش يتصور معاه عادي جدا راهو بالنسبه للطفل هذيا، المعطيات الشخصيه هذه. واللي كانت تتحدث فيه المدام هذيا هو الجوهر روح التربيه الجنسيه هي مكمله مكمله للتربيه الاجتماعيه ويقولوا كاي، ولكن من غير ما نسموها خاطر احنا اختي اثارها من الاول نسيها سي حاتم بن سالم كانت مفهومه بطريقه مغلطه. لانه سي رضوان انا باش نتفاعل معاك توا، لانه له احنا موضوع التربيه الجنسيه خديناه من معناتها من منظور ضيق ومحدود. احنا كما فسرت مدام سونيا الهدف واضح يعني من التربيه هذيا، ومن الهدف معناتها واضح. نزيد نشوقكم شو عملنا، خلي الناس تسمع. ليه ما احنا قلنا التسميه هي اللي تقلقنا على خاطر كلمه تربيه جنسيه بسيلش، فما نعوضوها بالتربيه على الصحه الشامله. محلاه صحه شامله. انا كي ديجا في الصحه شامله تعرفش فما مش كان الحرمه الجسديه فقط، فيها حتى كيفاش ما يلزمنيش ناكل مواد معناها فيها مصبرات وقتها ملونه اللي هو اللي روحي من مرض السكري. نحكي لك معناها افكتيفمون هو الهدف السلامه الجسديه، يدخل في السلامه الجسديه من الصحه الشامله. يعني احنا خلينا نعاود نفسروا الناس يسمعوا فينا، لو احنا اليوم موضوعنا معناتها ماهوش حمايه الذات، حمايه الذات من كل شيء. هو لفات صغيرك كل يوم تشري له لمجه من العطار وفيها مواد معناها مصبرة وملونة، هذاك في حد ذاته تهديد إلى الصحة الجسدية لصغيرك. ديجا معناها هذا آلية من آليات كيفاش نحمي صغيري، نحمي له ذاته. صغيرك اللي نتفاعل معك شوية برك، صغيرك اللي تخليه مدة طويلة قدام التلفزة باش انت تلقى الراحه نتاعك، ونعطيوه التليفون ويبحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما رقابه ويشوف الالوان من الوضعيه هذيا. دونك انا مارست عنف، انا مارست عنف، دونك مسيت له بذاته كما كانت تحكي مدام سونيا. انا سلطت عليه ضرر امس بذاته. احنا اليوم نحبوا الاضرار هذه الكل، كيفاش نوصلوا سورتو وبصفه خاصه كما كانت تحكي مدام سونيا، علاش ركزنا على الجسد؟ خاطر اول حاجه خاطر ديما نبداو من ما هو محسوس وملموس للطفل وننطلقوا للجميع حاجياته سواء الفكريه الاجتماعيه النفسيه. خاصه مدام نجلة وانه صغير ما يبداش واعي بالحاجات هذو، ما يعرفش اللي انت كي تعطيه تليفون ويقعد شاد ساعتين ما يعرفش اللي هذاك. كيما صغير اللي يحب الشوكولاته ويحب الحلوى ويحب الجاتو ويحب الدنيا الكل، هو شي يحب الطعم اما مش عارف هو
واعي اللي هي فما خطورة على السكري، واللي فما أطفال مرضى بالسكري الأول ولا السكري الثاني ما همش عارفين. بيه مادام سوني عندي أي كم لنا وبعد عندي محلها نرجع لك محلها نحكي لكم عن نشاط أكيد هو فيه باش تلقاو برشا أسئلة، وأكيد الناس تسمع فينا متشوقين يقول لك علاش ما تتعممش الحكاية هذية على المؤسسات الكل، مش كان مؤسسات تربوية راه حتى مؤسسات الطفولة المبكرة صحية رياض الأطفال. دونك فوالا، دونك بالنسبة للأطفال كيف ما قلت لكم فسرناهم مش معناها حرمة الجسد، شنو معناها المناطق الحساسة من زوجة تمت، شنو هو ردة فعلك لو كانت تمارس عليك التجاوز كيف من التجاوز هذية. ومن بعد خذينا الأولياء وحكينا لهم عن الجانب القانوني. إيش معناها الجانب القانوني؟ يعني اليوم الصغير لا قدر الله يجي يشكيلك، ساعة أول حاجة ما يزمكش صغيرك يجي يشكيلك تقول له لا مش صحيح وانت تكذب وتتبلى صده، يعني لا مجال إلى صد أي طفل جي يحكي لك أي حكاية. ناخذ الحكاية ساعة أولا، ساعة يلزمني مدام هو حس بيا واثق فيا معناها أنا مصدر الأمان عند الصغير هذاك. دونك ردة الفعل متاعي لازم تكون مدروسة بطريقة محكمة، معناها عمري ما أنا نجي صغير وهو معناها عاطفيا مشوش وأحاسيسه معناها هيجة وأنا نزيد عليه، معناها نزيد عليه بتدخل نصده أو ما نسمعوش أو فوالا. دونك نحن شنو نسميوها في علم النفس، نحتويو احاسيس، ما نعملو فاليداسيون دي زيمونسيون، نحتويو الاحاسيس نتاع الصغير هذيك، نسمعوه نفهموه نخليه ساعة بشوي بشوي يريض شويه باش تكون افكاره على الاقل معناها مسترسله مرتبه مفهومه، كلامه يكون مفهوم، نعرفو باش يوصل المعلومه اللي يحب يوصلها لي. ساعات خاطر يبدا يكون زاد اللغه ونتاعو ما هوش يحشم يخاف ما عرفش الكلمه، خايف سخطو من نتيجه اللي باش يقولوا، خاطر احنا ما بكر علينا حسوا باش يتعاقب زيد اي ميلا باهيش يجي باش يحكي لي دونك اوتوماتيكمون شو دوق بطريحه من بعد. دونك مهم جدا تفضل الطفل الضحيه يتعرض للمخاف النجم نحن بالاسلوب الخطا نتاعنا نحولوه لا الى المعتدي راهو يولي يخاف الى معتدي وزلي وقت اللي انا نقول له راك تكذب ديريكت من غير ما وزلي، حتى اذا كان العمليه نشك فيها نحاول ويني بالوسائل نتاعي في الحوار نتاعي، ثم بعد نبحث على الاقل وانو مثلا المعلم مثلا متبلش وانو مثلاش واحد في الشارع عمل له براكاج ولا وي 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 ينجم يكون هو الطفل جاب لك سرد لك حادثه معينه باش يغطي ربما على حاجه اخرى. وقتها جو لو راسور الساعه، دونك انا وقتها نطمنه ونقول له استنى دقيقه بركا نثبت من معلومه ونعاود نرجع لك، وانا بيان سور من بعد كشخص معناها متوازن وواعي ونعرف روحي شنو يلزمني نتصرف، دونك نتصرف بالطريقه اللي هي باش تجي لمصلحه التلميذ مصلحه الصغير بصفه عامه، التلميذ والا الطفل مهما كان. انا جست عندي نقطه نحب نقولها لي الممارسات الغالطه اللي كان نحكي عليهم سيرة وين يظهر لي مدام سونيا تشجع بون مش تشجع ولكن تخلي الصغير يستجيب للاعتداءات هذيا وقت اللي ما يلقاش الاحتواء ولا ما يفهمش اللي هو قاعد يتعرض للاعتداء. خاطر اولا الساعه باش كي نحن باش نقول معناها باش هو باش يصير رفض الاستماع للشيء اللي صار له، اش معناه معناه نحن باش نقولوا لا مش صحيح ولا تكذب، هو باش يمشي سيتهيأ له اللي هذيك حاجه هذيك حاجه عاديه فوالا. دونك اي اعتداء يعني تتبع مع الاعتداء هذاك باش يولي مسالم فيه ويولي هو بيدو معناها نجمو نحضروا فوالا معتدي ينتقل من مرحله هو ضحيه الى مرحله معتدي المعتدي. هو وقت اللي سامحوني صغير وقت اللي ما نوضعوش برنامج الوقاء يصير المخاطر تصير المخاطر. احنا في وقت من الاوقات في ولايه القرويه هنا في 2014 صاروا حالات بتاع انتحار بتاع الأطفال 8 حالات في فترة معينة. وقت اللي جينا نتحدثوا نحن الطفل يمر بمرحلة بتاع معاناة ما يوصل السويسيد ما يوصل يفكر في الانتحار هذيك ولا يفكر في الانقطاع ولا يفكر في كذا، راهو تم نوع من المعاناة. فالفترة ذيك بتاع المعاناة غياب السفرونس غياب الحوار، وانا ما حاولنيش في الوقت هذاك حتى باش نتحدثوا معاه، يعني من النوايا الاولى مش يرجع لامه ولا مش يرجع لابوه ولا مش يرجع لاخته، في نهايه الامر هو يلوج على حاضنه، حاضنه معنويه تحل المشكله ولا ما تحلوش المشكله. به المشكله تصير الصدمه وانه الصغير تعرض لك المخاطر هذيك. بكري نحن طرحنا الحمايه اعاده ادماجه وتولي اصعب، لانه ديما يقول لك الوقايه خير من العلاج، لانه اذا كان تعرض هو للعنف لا تعرض للتحرش، تعرض اي ضرب الظواهر في الفضاء العام، اي اعتداء من الاعتداءات نسميه، يعني طبعا هنا احنا قلنا مخاطر، المخاطر هذه تكون مخاطر صغرى تكون مخاطر كبيره ياسر، ولكن تنجم تكون التاثيرات نتاعها
لانه ما همش الاطفال الكل مع الاوساط الريفيه والاوساط الحضريه وثم اوساط ما نفهمش ازيد لي ثم اوساط في حد ذاتها هي 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 ثم اوساط شعبيه هي في حد ذاتها يعني بؤره تاع التوتر هذيا. نحكيو لهنا يا سي رضوان باختلاف الاوساط نحكيو على العقليات واختلافها. احنا مازلنا مواصلين معكم باش نرجع معكم بالنقاش. نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجعوكم. نعاود نذكركم ديما 70 035 120 على ذمتكم تلقاو انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. نفرحوا برشا وقت اللي تكلمونا وتتفاعلوا معنا. ما تبعدوش بعيد, خليكم ديما برونشي على 93. كمل الناس الكل شكرا لاستماعكم لينا من ماضي ساعتين بدينا معكم المشوار. مازلنا مواصلين معكم نحكيو على حمايه الذات بالنسبه للاطفال كيفاش الأولياء والمؤسسات التربوية اليوم أن نسلطوا الضوء على الموضوع هذا وكيفاش نعلموا الصغيرات أنهم يحميوا ذواتهم قبل التعرض للاعتداءات. أكيد هذه العملية اللي هي لازمها تكون موجودة في الخطوات الأولى لتربية الأطفال كما قال السي رضوان. نقطة مهمة كما باش نركزوا على قراية الصغار و18 في الماتري, أنا ديما عندي منها احتراز, و19 موين ولازمك تجيب كيما فلان وكيما فلتين وتتشرط وتتغشش عليه وتقارنوا بولد خالته ولد عمير قد الهدامة على الاخر. لازمك زيد تعلمه يحمي ذاته, لازمك تعلمه ياخذ ثقته في روحه ويقول لي كما قالت مدام. سؤال يطرح نفسه, شكون اليوم الولي اللي فينا ديفي يعني رهان شكون باش يربى؟ شكون فينا الولي اليوم اللي كي يجيب شي ربي صغيره من اساسيات من بداهيات نتاع التربيه يعلمه نومرو اللي باش يطلب النجدة, نومرو سيارة الإسعاف, نومرو الحرس. اسكو نحن اليوم ربين زرعنا تنجم تعلموا جدول الضرب وتنجم تعلموا الألوان والكتيبة وكل شيء, أما الحاجات هذوما اللي هما إسانسيال ولازمهم يكون يعرفهم هما مبادئ اجتماعية أساسية ترتكز عليها التربية الوالدية. بخلاف هذايا الكل ورانا نعرفوا روحنا رانا مخطئين في تربية الصغار. ومدام سونيا بربي سامحني مدام نجلة ياخذ عليك الكلمة, في بعض الدول الأوروبية اليوم الصغيرات يكتبوا لهم على مراولهم رقم يعملوا لهم في كبوتهم معناتها حتى اللي يشوف معناتها في المسلسلات ويعلموهم الإشارات وقت اللي تحس روحك ماكش مطمئن وتقول تحس روحك ما تحسش بالأمان هاو شنو تعمل. بالحق كنت تشوفوا معناتها في برشا رياض أطفال أصلا إشهار في الكبوت متاع الصغير من داخل وإلا في المنديلة اللي يبدأ لابسها تلقى ديما فما نومر وديما فما معناتها يعلموا صغارهم الإحاطة حتى كي يتوخر تصديقا لكلامك سوار. نحنا ما نعرف رواحنا اللي نحنا ما شاء الله مجتمع نمشيو برشا للفريب, شكون ما يمشيش للفريب؟ هذا علاش نحنا ساعات في الفريب تلقى الكبوت مكتوب تلقى الكبوت فيه اسم وفيه نومرو تلقى ساعات كاسكيت لونفير نتاع الكاسكيت خاصة الصغيرات راهو 3 سنين و 4 سنين معناتها حاجة هي أساسية كيما احنا بالنسبة لنا أهم حاجة نحطوا اللونجا للصغير. هما عندهم أساسيات أخرى إن شاء الله تتعمم في تونس الفكرة هذه اللي مالي حتى رياض الأطفال والمربين اللي يسمعوا فينا اللي قاعدين يعملوا في معناتها معناتها في الحاجه هذيا نشجعوهم واللي ما عملوهاش ما يصيرش علاش لين وليو حتى احنا نوعيو الاولياء والاولياء اللي عندهم الفكره هذيا زاد هما يحاولوا يوصلوها. اليوم الصغير كي يلقى روحه قد مع صغير اخر في مؤسسه او في محيط او في الشارع او في اي بلاصه اسكو عنده علم بالاسعافات الاوليه كي تيح صاحبه قدامه شنو يعمل كي يدوخ صاحبه قدامه شنو يعمل كي يبعد عليه كي يغلط في ثنيه شنو يعمل. ما عندناش نحن اليوم هذيا معناها العقليه نتاع اللي تتكز عليها التربيه الوالديه ناقصه برشا. مش ما نقولش منعدمه اكيد فما مش نحطوا الاولياء الكل فرد احنا ديما فما استثناءات اما ايفيكتيفمون حالات بتتخشاذة. اما للامانه اليوم كي تمشي المحيط التربوي تسال الصغار وتشوفهم وتعطيهم تطرح عليهم اسئله من نوع هذايا الصغير على يمكن على 30 باش يجاوبك هذا اذا كون عنده ديجا المعلومه واذا المعلومه اللي عنده ما هيش غلطه ديجا ولا كوم باغازار معناها تخذي المعلومه مش كلي معناها تربى عليها معناها على اسس صحيحه دونك مراجعه. هو ثقافه التبليغ تحديتها هي راهي ناقصه. اني تحدثنا معناها قبل على الادوار نتاع المؤسسه والادوار نتاع كذلك نتاع الاسره نتاع العائله نتاع النوايه. خلينا نحن في العائله النواتيه البو والام كيفيه التعامل مع الاطفال ثقافة التبليغ كيفاش نبلغ توا مثلا الأطفال تما برشا أطفال خاصة في الأوساط الريفية يخرجوا من الصباح بكري باش يمشيو يقراو يخرجوا من 5 تاع الصباح لين يستنى الكار لين يمشي ساعات في بيست 3 ولا 4 كيلومتر باش يخلط ويجيب كار يخرج من المؤسسة نتاعو فك 3 4 سوايع هذوك أكل مخاطر اللي تحطوا عليهم تحطوا على التهديدات ولا المخاطر ولا الاعتداءات ساعات ما تصيرش حتى اعتداءات أما مخاطر. نعلموا الأطفال نتاعنا يرجعوا
يبلغونك الرسائل هذيك باش انت تمشي لك المؤسسه التربويه وتطلب المدير نتاع المؤسسه باش يوفر لهم قاعده مراقبه باش ما يبقاش برا. باش اني وقت اللي نتحدث انا على اكل مخاطر نتاع الطفل وهو ينتظر في الحافله نبلغوا الحكايه هذيك للشركه نتاع النقل باش تعمل محطه وغيره كذا. دونك المخاطر هذيا اللي المختلفه والمتنوعه اللي يتعرض لها بصفه يوميه والطفل يتعرض لها بصفه يوميه في جميع الابسط في بعض الحالات ما يقولوش وفهم في بعض الحالات في اوزر لي هذيا بالنسبه لنا حسب التربيه نتاع العائله ديما ترجع حسب التقاليد اللي تكرسها فيه. التقاليد هو حكيت التبليغ العادي ساعات ما يكونش خطر كبير ياسر اما انت تستنتج منها انت كي يوصل لك الفكره هذيك وانه ثم ما سامحوني ديما نعرفوا مثلا ثم ظاهره الصاعقه خارج مؤسسه تربويه فك اللحظه نتاع خروج ظاهره الصاعقه كلوشاريزم يعني اسماني الغرباء خلينا نقول اسماني هو غياب الامن في بعض المؤسسات معينه يخرجوا مع نص النهار مع السته قبل ماضي ساعتين فك الاوقات هذيك اللي يصير فيهم العنف ويصير فيهم المخاطر ويصير فيهم حتى الحاجات الاخرين نتاع استقطاب الاطفال هذيا في وقت من الاوقات يستقطبوا فيهم مختلف الاستقطابات يتم على اساس انحراف وعلى اساس يعني دخول فك المجموعات هذيك المنحرفه الاطفال فك اللحظه هذيك. مو تثمينا لكلامك سي رضوان سامحني كان قصيت عليك خاطر نحن في الطريقه اللي نربيو بها صغارنا ديما عندنا خلفيه فكريه اللي هي شنية اللي انا ربي صغيري على حقوقه عمري ما ربي صغيري على واجباته. هذا هو من النقطه هذه هي المغلوطه في الاسس التربويه نتاعنا. ساعه انا يزني ربي صغيري على واجباته باش يوصل من بعد الحقوق. اذا انت ما تقومش بواجباتك كطفل وماكش ديجا ماكش ملم حتى ما تعرفش حتى معناها الفرق ما بين واجب وحق ما يعرفوش اليوم الصغير. اذا انا اليوم ما نعلمش الصغير هذاك اللي هو باش يولي لي مواطن الغد ماهوش عارف واجباته باش ينجم من بعد يطلب حقوقه عادي لو فات نحن باش نوصل المظاهر كيف ما هكا ونوصل اللي هو الطفل ما يعرفش معناها ذاته ما يعرفش كيفاش يحمي ذاته ونهار اخر كي باش يكبر باش يلقاه ديما في دور الضحيه اللي هو مسكين مظلوم والدوله وباش يلقى ديما الشماعه خاطر هو علاش كيف ما قالت مدام نجله قبيله قالت اذا الصغير اليوم وقع اعتداء عليه بجميع انواع الاعتداء فاذا هو ما يعرفش واجباته اللي هو يلزمو يبلغ يلزمو يحكي يلزمو يقول شكون اللي اعتدى يلزمو يحكي الحكايه يلزمو يثق في شكون بعد راش باش يصير هو باش في المخيله نتاعو باش يظهر لك الاعتداء هذاك سلوك عادي فيولي بعد هذاك المقتدى به فيولي الطفل يتحول من ضحيه الى معتدي هذا هو علميا ونفسيا هذا شي يصير يتبنى عليه بيان سور الهشاشه النفسيه والاعتداء اللي صار عليه هو باش يزيد عليه خاطر عاشوا كصدمه ونعرفوا نحن تاثيرات ما بعد الصدمه فباش تكون الوتيره نتاع الاعتداءات اكثر وتكون الواقع يكون اكبر والاضرار اكثر زاد. تفضل في الاطار هذايا نحب تكمله للكلام اللي كانوا يقولوا فيه مدام سونيا او سي رضوان اللي هي قالت يلزم الصغير يعرف شنو هي واجباته ومن بعد يعرف شنو هي حقوقه. احنا في الاطار هذايا راهو فما في اطار المواطنه كما انت قلت راهو فما اصلا نقراو نلقاو في الدروس نتاع التربيه المدنيه في السابعه والثامنه والتاسعه اساسي في الثلاثه سنوات ثم ما يسمى محور المواطنه اللي يتناولوه بالدرس وبالتعليم واللي فيه توازن بين كل حق يقابل واجب. احنا ما نستناوش صغيرنا اللي يوصل للسابعه والثامنه والتاسعه يلزمنا نبداو معاه كاولياء من قبل كل حق يقابل واجب. تحب نلعب الترفيه حق الترفيه شي يقابله حقلي انا يلزمني نكون ملتزم ونقرا انا نحب نشري اللعبه هذيك ونحب نشري اللبسه هذيك المقابل نتاعها لان بيتي تكون ملمومه لان نعرف نلم دبشي لان نعرف نطبق فرشي نستحفظ على ادواتي نستحفظ على معناها كي نعمل الموازنه بين الحق والواجب مش نلقى صغير متوازن. اما قبلهم هما يلزم عندي صغير بربي نداء ولا طلب ولا رجاء ولا اللي يحبوا الناس اللي تسمع فينا البولم يزيونا من دور اللي انا راني نجري على الخبزه كلنا نجريو على الخبزه. ابني الثقه مع صغيرك خلي صغيرك يجي يحكي لك حتى ولو يحس روحه ارتكب مصيبه حتى ولو يحس روحه ارتكب فعله لا تغتفر خليه يجي يحكي لك خلي فما الثقه خلي يحسك اللي انت مش تحميه مهما كان الفعل او المسلط او اللي قايم به هو خليه يحكي لك خليه يحكي لك نهارك كيفاش تعدى شاركوا ذكرياته شاركوا احداثه شاركوا يومه البسيط ملي خرج من الدار مشى للمدرسه قبل زاد اعطيهم اهميه خاطر ساعات صغير اسمعوا باهميه انا ما قلتش اسمعوا راهو باش مجرد تسمعوا غنوا يحكي ليه ليه تسمعوا بتركيز خاطر ساعات في وسط الحديث تجيك كلمه تعمل لك فلاش
مدام نجل أهم حاجة قلتها توا هي حكاية بناء الثقة في الصغير. مهما كان الوضع نتاعك، مهما كانت الظروف نتاعك، مهما كانت ساعات معناها الوالدين يسربوا معناها ثقافة الإحباط وانعدام الثقة والضعف والهشاشة هذه تتخلق بالسيف والتشكي تشكي برشا برشا برشا. ومعنى كما قالت مدام توا راهو يولي كيان يصير بالنسبة لي واجباتي معناها الحقيقية توفير المستلزمات المدرسية، نوفر لك الفلوس هاني تعب في جرتك هاني كذا 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 كذا، لكن الأمور الأخرى كلها تتسرب تراكمات عند الصغير. ثم مقارنات تنشأ عند الأطفال وهذه اختيارك إيس كله معناها فلان كيفاش يعامل في معناها مع أطفاله، فلانة كيفاش تعامل مع أطفالها، وذيك منعد معك الحوار اليومي حتى في المشاكل اللي زيدة. سامحني يا سيرة بيون، وقت اللي أنت كأبوة إلا كأم كتجي كل يوم وتتشكى قدام ولدك الأسعار غالية شريتك الحاجة مش مشكلة باش نتشركوا يا سوار هبش نعطيك أنا نقطة ومن بعد أنت مثالش تفاعل معي. حتى وقتها صغير راه فما صغار حتى يبدا صغير في العمر ولكن يحس بالمسؤولية، يقول أنا اليوم كيفاش نمشي نحكي لمشكلة صارتني في المدرسة وتكون اختير هما هاو عندهم مشاكل وعندهم المشكلة هذيك متاع الأسعار متاع هي الطريقة هي أخذ هي حتى مشاكل عائلية ولا يعني سامحني بالله خنوصل نكمل نعطيك الفكرة ومن بعد تنجم تتفاعل معي. معناتها الصغير باش يولي يحس بالمسؤولية باش ينبو ضميره ويولي ما يحكيش الحكاية هذيك خوفا من أنه على أمه باش يقلقها باش يزيد عليها. هذا هو شو هو أخذ هو هذيك معناتها تنضاف للأطفال إضافة للمشاكل اللي نجم معناها تتوجد ويواجهها مشاكل أخرى تاع التصدعات العائلية. التصدعات العائلية نخطر كبير ياسر، هذاك بحد ذاته انعدام ثقة، هو هذاك يسرب ثقافة الإحباط وثقافة الضعف والهشاشة، الهشاشة النفسية. الهشاشة ما هي عمرها ما كانت جسدية، الهشاشة بالأساس هي هشاشة نفسية، ما عادش يثق، هو ما عادش يثق في نفسه، هو يفقد السيطرة على نفسه ويحس نفسه هو مفعول به، يحس نفسه أنه ينجم ينساق وراء أي طيار. صحيح نعرف راهو نحن الاوساط المختلفه الفضاء العام الجوار المحيط المدرسي فيه برشا تحديات فيه برشا عراقيل فيه برشا مشاكل وفيه برشا احباطات، لكن بالاساس الثقه في النفس. لانك يعني انت الحوار هذاك الطريقه اللي تبلغ ما يصيرش نجم تشرك، نجم نقول له راني انا ما نجيش نشريك كذا كذا لانه مثلا الدخل نتاعي راهو محدود راهو كذا نشركه، لكن نجم نعمل لك كذا نجم. هذيك ثم فرق ما بين التشريك وثم فرق ما بين احباط وحصر الواجبات العائليه. هذا اللي انا قلت راهو المهم انا بالنسبه لي نحن بالنسبه للاطفال ثم حاجات ساعه هما نخلي ما نجيبش نشاركوا فيهم. ثم حاجات ثم مسافه فما عمر ثم عمر الرعيون ثم انا قلت راهو ثقافه الاحباط راهو خطاب نتاع الاحباط. خطاب الاحباط شوف ساعه لساعه معنا حتى حاجه بسيطه يقوم بها الطفل ما تستدعاش ثم اخطاء عاديه يوخر عليك كذا رده الفعل نتاع الولي تكون رده فعل عنيفة وكاين يرتكب جرم نفقد الثقة في نفسه واني انا نحاول واني نحتوي معناها القرب المسافة النفسية مع الطفل ثم مسافة معناها في ساعة ساعة اولياء تساهم في اقامة معناها غياب التواصل هذايا مسافة كبيرة ياسر. بنتك مش تدخل المراهقة، ولدك مش يدخل المراهقة، تحاول تقرب أكثر مراهقة هذيك شابيتا. هو سوار الأمانة تثمين كلام الناس الكل هنا هو شنو؟ هو يقول لك الصغير باش نجم أنت تفهم صغيرك على خاطر نحن نعرفوا اللي كل صغير وعنده تركيبة الشخصية نتاعو، معناها عمرك ما باش تلقى زوز إخوات حتى كي يكونوا توأم عمرهم باش يكونوا عندهم نفس التركيبة نتاع الشخصية. لكن أنت كي تبدا فاهم صغيرك شنو احتياجاته في الوقت المحدد هذاك في المكان المناسب راك يسفي لبيت له احتياجاته في وقتها راه اوتوماتيكمون باش يقعد ديما فما تواصل ديما فما علاقه ثقه. قلت لي انت صغير تجي تعمل له حاجه وتقول له رد بالك تشكي لامك وبوك راهم باش يضربوك، دونك انت عندك ثقه في امك وبوك اللي انت اي حاجه مؤهل باش تحكي لها على خاطر عندك ثقه فيهم وهما ديجا في تربيتهم يوصيو فيك على الصراحه وعلى اي حاجه كي تصير لك تحكيها وما يلزمكش تخاف من العوائق. عواقب صحيح الحماية الاول فوالا واللي هما مصدر الحمايه كيف تقول مدام نجله الاول اللي هو مصدر الامان امان وما اداك ما احتياجات ماسلو واللي هو من بين الاحتياجات فلا. الاساسيه للانسان اللي هو الأمان. احتياج الامان اللي هو يتوفر في الام ومن بعد يتخلق في البو. دونك
مهم جدا اليوم صغيري انا كي باش نفهمه اوتوماتيكمون باش نعرف كيفاش نتصرف معاه باش نلبي له احتياجاته في الوقت اللي هو حاجته بها، فباش تقعد ديما فما علاقه تواصليه ايجابيه تتبنى عليها ثقه وتثمينا لذات الطفل، على خاطر هو كل ما باش يجي يحكي لك حاجه اللي هو حقه فيها بين ظفرين مهضوم ويلقاك انت مصدر الامان تاخذ له في حقه، فباش تزيد هو يتعزز ثقته تثمين ذاته اللي هو يعطيه الصحه جا حكى الحكايه هذيك اللي هو انقذ روحه من موقف خايب يتفخر ويقول لك ديما يجيني يحكي لي وين راني ما نصد ديما نكذبه، يعني هو يعتبرها وكاني انجاز كبير ياسر وين الاساليب الخاطئه يصد ولده ولا بنته بك الطريقه هذيك. فقط احنا بدينا نوصلوا للختام، حسيتنا نحب في اخر الحصه كل واحد فيكم مدام سونيا جبيلي مدام نجله وسي رضوان كل واحد فيكم يتوجه للاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا بنصيحه بكلمه ختام حوصلوا بها اللي حكيناه الكل تلت الساعتين هذوما. نبدا معك سي رضوان. اهم حاجه بالنسبه لي انا راه قلت الحوار العائلي البناء هذيك النواه الاولى، الاسره راهي تمثل سند معنوي بالنسبه للطفل. الحاجه الثانيه راهو المحيط المدرسي، رغم اللي الوضع في المنظومه حاليه ورغم المشاكل نتاع المؤسسات نتاعنا نحنا، لكن راهو ديما يلزم ويرجع على الاقل المربي سواء بالنسبه للقيم ولا اللي يديري ولا بالنسبه للمدرس، راهو ثم دور نتاع التنشئه الاجتماعي، راهي المدرسه عندها دور تاهيلي، راهي عندها ادوار تعليميه معرفيه وثم عندها ادوار تربويه وعندها دور تاهيلي، نحضروا شويه ونحاولوا نقربوا. وتعرف انت حتى في التبليغ بالنسبه لمندوب حمايه الطفوله راهو المعلم مدرسك الحالات هذيك اذا يعني هو مجبر ضروري وانه يبلغ عليك الحالات هذيك نتاع التهديد اللي ممكن تصيب الطفل. نمشي معك مدام نجله ونختموا ختامها مدام سوني. اللي نحب نتوجه به للساده المستمعين واللي هما اولياء واللي احنا لهنا رانا حلينا باب نقاش وحلينا باب تفاعل واخترنا موضوع اللي هو يمس صغيراتنا ناس الكل. احنا هنا رانا من باب اللي احنا نحاولوا نعاونوا، رانا مش جايين من باب الكاسكيت نتاع الاولياء، رانا نتاع الاولياء، رانا ماناش نخرجوا في الاولياء اللي هما غالطين ولا ما يعرفوش يتصرفوا ولا ما يعرفوش يربيو، وكلنا نجموا نطيحوا في اخطاء بحكم تربيتنا بحكم تعاملنا بحكم كل شيء. نحاولوا نصلحوا رواحنا ونصلحوا الناس اللي يسمعونا ونعاونوا بعضنا الناس الكل باش نلقاو في الاخر طفوله متوازنه ناجحه، هما مستقبل بلادنا، هما اللي نستناو فيهم، هما جيل المستقبل. لذلك ماذا بينا حاجتين اللي نبنيهم مع صغيرنا، اول حاجه المحبه، راهي المحبه تذوب كل شيء، راهي المحبه تخرجنا من كل شيء. حبوا صغاركم، خليوا صغاركم يحبوكم، حبوهم ويحبوكم، ابنيوا ثقه مع صغيرك حتى ولو اخطا، نعلموا هو وين غلط وكيفاش يجمو يتصرف باش يتجاوز الخطا هذاك، مش بالضرب ومش بالصيح ومش بالعيط، باللين وبرشا محبه. وخاصه نخرجوا بالله من دور اللي احنا ديستريبيتور، بربي يزينا من دور اللي احنا مجرد مواد ماديه، اني شريت لك اني جبت لك قري فيك في احسن مدرسه نشري لك في احسن محافظه، لا لا مش هو ذاك اللي حاجته به صغيرك، فعليا صغيرك محتاجك انت تكون انت السور، انت الحجره اللي يتكى عليها، انت الحمايه وانت الامان، انت السند. بالحق يكون عنده ثقه اللي بوه ينجم يجيب له حقه، وكي يغلط بالحق يكون عنده ثقه اللي بوه ينجم يعاونه يتعدى الغلط. مدام كنا باش نلخص كلام نجله، مدام نجله اللي قالته الكل اللي هو شنو اللي هو بلا يحبوا صغاركم بحب لا مشروط. لا مشروط، مش يزمك تحبه خاطر جاب لك 18 معادل، مش يزمك تحبه خاطر سيق لك الدار، مش يزمك تحبه على خاطر عملت عليه باش يجيب لك القضيه من البلاصه الفلانيه، على خاطر هو دبر لك باكو فارينا، ما نحن توا عنا ازمه فارينا وروز وقتها ولي ولدي احسن واحد من الاخوات والكل. اما نحبوا صغاركم بتدخل باسلوب الفدلكه اللي نحن قاعدين نحكي وهكايا، اما للامانه ديما حتى ساعات اولياء كيجيوني في محاطات نفسيه نقول لهم راني انا مانيش مؤهله باش نقول لك انت تعرف تربي ولا تعرف ما تربيش. دونك نحن كنا اولياء، رانا اولياء بالفطره بالغريزه، تعلمنا على اميتنا وعلى مماويتنا، وبتدخل نحن عندنا في المخيله نتاعنا تصويره نتاع الصغير كيفاش تحب تربيه وشنو تحب توصله، لكن هذا ما يعنيش اللي انت يلزمك تلغي شخصيه صغيرك. راهو بصغير مش على خاطر انت جبت واسمك في بطاقه تعريف ولا ناخذ لقبك معناها عندك في حق الملكيه. لا، راهو صغيرك صحيح يقعد صغيرك كيما احنا نحبوا باش ما يتشكلش كيف ما بالشكل اللي ماهوش جسمه، هو ماهوش جماد باش تشكله كيف ما انت تحب، لا هو صلصال ولا هو
خشب ولا حجارة ولا حتى شيء. راهو صغيرك عنده مواقفه، عنده شخصيته، عنده ردود فعل متاعه، عنده أهدافه. ما تحطملوهش الأهداف متاعه، بالعكس رافقه كان عنده حاجة غلطة. ميساش نحن بيدنا كأولياء يزمنا نحطه في أذهاننا اللي نحن بيدنا قاعدين نتعلمه مع صغارنا. على خاطر بيدخل أسلوب اللي أنا تربيت به هذاك شكل لي عقد معينة، فما نحبش نمارسه على صغيري. بتحكي ما نمارسوش مع صغيري، نمارس أسلوب آخر نجم يكون معناها أحسن أو نجم يكون أسوأ. وأنا كل مرة نزيد نراجع روحي ونشوف شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي شنو اللي لازم نصلحه. نسمع برشا صغيري خطره ساعات نصيحة تجيك من عند صغير تدخل يقول هيكش حد كبير علاش، خط جايك من الإنسان المعني. فتتخيل نتصرف معاه بطريقة يخيل ولي كونها الطريقة الأسلم والأصح لصغيري، لكن بعد هو بردود أفعاله أو بأقواله يصلحني ويقول لي ليرك الحاجة ذيك قلقتني، فأنا نعاود نراجع روحي ونعاود نراجع حساباتي ونصلح من روحي. راهو محليه بعد فترة من الفترات، وأنا نحكيكم توا راني كوالية مش كأخصائية، محليها أنا اليوم بنتي معناها مراهقة ونتعلم منها برشا حاجات. دوك قاعده هي بيدها تعيش في حياتها، تعيش في الخصوصيه نتاع العمريه اللي هي فيها، وانا قاعده نتعلم. وانت تحترم اللي بنتك عندها حياه شخصيه مهما كان عمرها. اكيد. دوك مثلا في ملابس العيد، يا حسن احنا كي كنا نخرجوا نشريوا لصغارنا معنا حوايج العيد تختار لك ليك انت افكتيفمون، وتقولي لي نحب انا وياك فرد لون ولا انا ما نحبش هكا معني انا يلزم ناخذ بخاطرها. على خاطر في وقت من الاوقات انا مارستك السلطه ذيك الابويه عليها، دوك وقيت توا هي باش تير بجنيحاتها وتتعلم وحدها. وما يصيرش حتى كان اختارت حاجه مش كيف ما نحنا في مخيلة نحترموا الأذواق. أولادنا مهما يكبروا كم ديما صغار، دوك ديما كل بنية كلي يزمرها روبة بالدرشنوة والشكاك المعني. لكن كي تلقى صغيرك كبر راجل معني الوليد ولا راجل ويحب يلبس على ذوقه، ولا حتى ساعات يقولك ما نحبش نلبس حوايج العيد خيازم علينا شي حوايج العيد خاصة عند الأولاد. فوالا هافا ما شكون هازي دي بزوز وهازي أحمد معنا دوك هازي دي اي دوك هذيك حرية شخصية. حرية شخصية ما يصيرش فما حتى مشكل، نحترموا هاك الخصوصية هذيك، نحترم خصوصية ونستجيبوا إلى خصوصية صغارنا باش تقعد إن شاء الله هالعلاقة. دونك علاقة معناها إيجابية ونمارسوا في الوالدية الإيجابية. يعطيكم الصحة على حضوركم. نعاود نشكر سي رضوان الفتناسي الناشط الحقوقي عن رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشكورة برشا مدام نجلة الفجيري مندوب حماية الطفولة، وكما العادة مدام سونيا جبيلي اللي ديما تعوضوا بها الأخصائية النفسانية. يعطيكم الصحة أنتم اللي تابعتونا من مدي ساعتين حتى توا، هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا. بالختام نشكر أحمد الشفار في الديجيتال، أمنة بوخيت اللي أمنكم أمنتكم البث هذي الكل كوتي تكنيك. تابعوا قوة برامج الحياة فيم جوك على 93 من الأربعة حتى الستة، موجز الأخبار مع زميل حسين النابتي. ما تبدلوش الموجة ديما، خليكم برانشي ومتابعين للحياة فيم. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.